تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بدعوة من فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيشيش رئيس جمهورية صربيا الصديقة العرض العسكري الذي أقيم في المطار العسكري الصربي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى جمهورية صربيا الصديقة. واطلع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على عدة عروض عسكرية والتي شارك فيها الجيش الصربي. كما قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجولة لمتابعة المعدات العسكرية التي تم تصنيعها في صربيا، حيث استمع سموه إلى شرح مفصل حول كيفية إعداد المعدات المتطورة التي تنم على القدرات الهائلة التي تمتلكها صربيا. وبهذه المناسبة أشاد سموه بالكفاءة الاحترافية العالية التي يمتلكها الجيش الصربي في إطار المتابعة والدعم الذي يحظى به من فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيشيش رئيس جمهورية صربيا الصديقة، مشيرا سموه إلى أن القواعد العسكرية الصربية تشير بشكل واضح إلى الخطوات التطويرية والحديثة التي تؤكد الاهتمام الكبير من فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيشيش في تطوير وتوفير البيئة المناسبة لهذا القطاع المهم. وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن صربيا تعد من الدول العريقة في امتلاكها المعدات العسكرية التي يتم تصنيعها في صربيا، ويؤكد المكانة المتميزة والقدرات العالية التي يمتلكها القائمين على صنع المعدات. وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح لجمهورية صربيا في كافة المجالات.